السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في قناتي قناة أخبار مصر. النهاردة إن شاء الله موضوعنا عن موعد تشغيل القطار الكهربائي. طبعا ناس كتير مهتمة بالموضوع، وإحنا عملنا كذا فيديو على القناة تقدروا حضراتكم ترجعوا ليها من بداية الإنشاء للمشروع. متوقع تشغيل القطار الكهربائي خلال الشهر الحالي شهر أبريل، خلال أيام بإذن الله. بتستعد الهيئة القومية للأنفاق لتشغيل المرحلتين الأولى والثانية من مشروع القطار الكهربائي عدلي منصور للعاصمة الإدارية العاشر من رمضان خلال أيام. وهقول لكم دلوقتي بعض المعلومات عن المشروع. المرحلتين الأولى والثانية من المشروع بيمتدوا بطول 70 كيلومتر، بيشملان 12 محطة. بتجرى أعمال الاختبارات والتجارب للاستعداد للتشغيل الفعلي. طبعا زي ما حضراتكم عارفين ان شركة فرنسية هتكون مسؤولة عن إدارة وتشغيل وصيانة قطارات المشروع بعد تنفيذه وافتتاحه. الشركة الفرنسية لا تتدخل في تحديد سعر التذكرة، حيث ستكون مسؤولة عن الإدارة فقط مقابل مبلغ ثابت متفق عليه. يعني إن شاء الله الشركة الفرنسية مش هي اللي هتحدد سعر التذكرة. تحديد سعر تذكرة القطار الكهربائي هتكون من مسؤولية الحكومة المصرية وحدها. سعر التذكرة إن شاء الله متوقع إنها هتتراوح من 15 لـ35 جنيه. المرحلتين الأولى والتانية من المشروع هيربطان شبكة مترو أنفاق القاهرة بالعاصمة الإدارية. متوقع تشغيله أمام الجمهور بإذن الله خلال يونيو المقبل. وده كان موضوعنا النهاردة. ياريت ان عجبكم الفيديو ما تنسوش تدعمونا باللايك والشير، والاهم الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد وحصري بنقدمه من اخبار العاصمة الادارية، اخبار الاسكان الاجتماعي، واخبار المدن الجديدة. واللي عنده اي استفسار يتواصل معنا من خلال صفحتنا على الفيسبوك، صفحة المهندسين الوطنيين. واللي عنده اي استفسار على الموضوع او اي منطقة حابب ان احنا نصورها يكتب لنا في التعليقات واحنا هنرد عليه بإذن الله.